البلاد اليوم في عدد جديد مشاهدينا الكرام السلام عليكم تحيه طيبه مرحبا بكم الى حلقه جديده سنتناول خلالها الوضعيه الكارثيه والمزريه للمقابر في الجزائر الى درجه دفعت بالوزير الاول عبد المالك سلال للاعلان امام الملك بالقول ارموني في البحر ولا تدفنونني في المقابر الجزائريه هو موضوع سنناقشه بعد قليل مع الشيخ علي عيا إمام المسجد الكبير والمحللة الاجتماعية الأستاذة الزهرة فاسي لكن قبل ذلك نتوجه إلى ركن الرابعة اليوم والزميلة نهى زحاف فما هو الجديد عندك زميلة نو. أهلا كريم مساء الخير مساء الخير مشاهدينا الكرام أهلا بكم إلى هذا العدد الجديد من فقرة الرابعة اليوم إذا كريم تنوعت المنشطات التي خرجت بها الصحف الصادرة لنهار اليوم البلاد مثلا على على صدق صفحتها الأولى تقول الجيش يصعد حربه ضد الإرهاب حيث أنه أطلق عدة عمليات عسكرية بعد خطاب الجيد صالح وحملة تمشيط واسعة وتدمير ست ك في فيما خرجت الفجر اليوم تقول بان الحكومه سلخت المواطن في مشروع قانون الماليه 2017 حسب راي المعارضه فيما ثمنت الموالاه تدابيره ووصفت التقشف بالاجراء الرشيد من جهتها مشاهدينا عنونت الخبر قائله غلاء غير مسبوق ابتداء من في جراء تدعيات رفع الرسم على القيمه المضافه واضافت ليبرتي بان المعارضه تباشر اتهاماتها بعد فتح النقاش حول قانون الماليه 2017 في المجلس الشعبي الوطني انس اما الاسوار الجري فعنونت على لسان الامين العام لجبهه التحرير الوطني جمال ولد عباس قوله لم اكلف اي شخص للحديث باسمي هذا كريم بالنسبه لاهم العناوين التي تصدرت الصحافه اليوم اما بالنسبه لمشاهدينا للرواصد والكواليس واسواق الكلام التي التي يقول رصدتها صحافه اليوم ستكون كالتالي البدايه مع جريده الفجر التي عنونت في صفحتها ارتيلا تقول لقصوري يطالب بحل الاحزاب السياسيه حيث طالب سمير لقصوري عضو المنظمه الوطنيه لاولياء التلاميذ بحل الاحزاب السياسيه لعدم جدواها قائلا انه قبل ان نتكلم عن مقاطعه الانتخابات علينا ان نتكلم عن مقاطعه الاحزاب وحلها مشيرا الى ان الاحزاب تعمل على الانغلاق والتقوقع وأشار كذلك إلى أن الهدف هو خدمة هذا الوطن وهذا مما لا يختلف فيه اثنان وهذه الخدمة ستكون ابتغاء لمرضاة الخالق للمخلوق لهذا وجب الطمع في الأجر للأجرة حسب قوله وهذا لا يمنع من أن يكون لممثل الشعب مدخول مادي يعين به أهله يقول سمير القصوري ماذا تقول أنت كريم على هذا المقترح؟ نقول نسلم على زميلنا سمير القصوري ولكن نقول له عمش والأحسن من عمق يعني هذه الأحزاب بسلبياتها وبأخطائها ممكن أحسن بكثير من عدم وجودها سياسي لا فارغ. فيه احزاب سياسيه والطبيعه تخشى الفراغ طبعا كريم ننتقل مشاهدينا الى جريده الخبر صفحه سوق الكلام تقول بمبلا التمثال والتقشف حيث اثار نصب تمثال من البرونز فضول المره بشارع العقيد لطفي في مدينه تلمسان حول هويه الشخصيه التي استنسخ لها نحاتون التي أقول استنسخ لها نحاتون إيطاليون تمثالا من البرونز وضع مؤخرا بساحة البريد المركزي في تلمسان وقد زاد فضول المرة بسبب وضع البلاستيك على التمثال مما أخفى ملامحه البرونزية المنحوتة في انتظار عملية التدشين التي قد تتزامن مع ذكرى ميلاد الرئيس الراحل أحمد بن المولود في 25 من ديسمبر 1916 والمتوفى يوم 11 أبريل 2012 وكان أول رئيس جمهورية للجزائر استقلال. هذا واختلف التعليق المارة مشاهدنا حول التمثال بين مستحسن وغاضب فقال أحدهم ماذا لو أنفق المليار والنصف القيمة المالية للصفقة على طبع كتب أو إنجاز أعمال فنية وأدبية حول مسار وحياة سيحمد فيما قال آخرون هل من المعقول صرف هكذا مبلغ على تمثال في عز سياسة التقشف والله شيء جميل زميلتي نهى أن يعني نضع تماثيل لكل كبار الجزائر من ماسينيسا يوغرطا يوبا الاول يوبا الثاني الى مصار الحاج الى يعني بومعزه الى لاله فاطمه سومر الى الزعاطشة والنمامشه الى قاده ثوره التحرير سؤال ماذا تضيف مثل هذه التماثيل لهذا الجيل؟ ثانيا منذ مؤخرا زميلتي نوها كانت ولايه قسنطينه يعني داروا تمثال كبير شهدت مه مه وين وين هذا التمثال؟ لحد الآن واحد ما يعرفها. صحيح سؤال يعني منطقي جدا وفي محله. تفضلي أه كريم ننتقل الان الى جريده البلاد وصفحتها الراصد تقول بروفيسورات معهد الفلاحه يحتجون حيث نظم امس طلبه واساتذه واساتذه بمعهد الوطني للفلاحه وقفه احتجاجيه امام مقر وزاره التعليم العالي والبحث العلمي بسبب ما اعتبروه اجحافا وظلما لحق ثلاث بروفيسورات بالمعهد حيث تم طرد اثنين منهم بعد خدمه أربعين سنه من التدريس في حين تم توقيف مؤقت للبروفيسورة الثالث وحسب الاساتذه الدكاتره الذين كانوا اول من حضر في الوقفه الاحتجاجيه فان سبب ايقافهم او طردهم يعود الى رفعهم لتقرير اسود الى رساله رئاسه الجمهوريه اقول حول سير المعهد والتجاوزات البيداغوجيه فيه الى جانب تراجع المستوى وغياب الاستراتيجيه حيث حضر عشرين شخص مساند للاساتذه في وقفتهم الاحتجاجيه امام مقر الوزاره صباح امس وضعيه مزريه علي طريقه قلنا كليما عشينا في كما يقول. <applause> لكن للأسف يعني الوضعية <applause> مزرية نعم نعم في انتظار أن تتعدل هذه الوضعية كريم ننتقل الآن مشاهدينا إلى عمود اليوم والمقال التحليلي الذي اخترناه يعود للكاتب الصحفي في جريدة الشروق جمال العلامة الذي كتب في مساحته حق الرد يقول خالصين عليها دبروا راسكم وقال الكاتب في مقاله أدهشني تلميذ في الابتدائي وهو يقول بعد هزيمة المنتخب الوطني أمام نيجيريا ما تتقلقوش واش دخلكم هما يخلصوا وحنا مرضو هكذا والله قال هذا الطفل يقول جمال العلامي وظاهريا وبتحليل كلماته حسب سنه فإنه محق لكن لاعتبارات أخرى لا يعرفها ربما هذا الصغير يضحك الكبار عند سماع لومه وأعتقد أن الكثير منهم يقولها في لحظة غضب وحب هذا التشخيص لا يخص الموت لاعبين يقول جمال العلامي وعالم الرياضة والكرة فقط لكنه يخص كذلك عالم السياسة والنواب والوزراء والولاة والأميال وغيرهم ممن يقبضون شك ثم ينشدون للمواطنين أغاني يا سعد يا لطرش فيها وأضاف الكاتب متسائلا هل يعقل أن يعاني المعلم والأستاذ الجامع والصحفي والقاضي والمهندس والإطار في مختلف الهيئات والمؤسسات وغيرهم من الكوادر ونخبة المجتمع من أزمة سكن وغلاء الأسعار وينشغلون بمطاردة مشاكل الكهرباء والغاز والماء والاستشفاء والتمدرس وإذا كان هؤلاء يعانون هكذا فما هو محل الزوالية من الإعراب؟ مآسي الغلابة اللامتناهية هي التي تدفعهم إلى مخاطبة نخبتهم ولو في لحظة استياء. دبروا راسكم راكم خلصين عليها. زميلتي نهى أعتقد أننا وصلنا إلى نهاية وصلنا إلى نهاية الفقرة، شكرا لك زميل وبهذا زميلي كريم وبهذا ننهي فقرة الرابعة اليوم. أنا من يشكرك زميلتي نهى زحاف لنا موعد مع ركن الرابع اليوم, اليوم غدا ان شاء الله في ان شاء الله كريم شكرا مشاهدينا الكرام برنامجنا برنامج البلاد اليوم يبقى متواصلا معكم من اجل مناقشه الموضوع الرئيسي المتعلق بوضعيه المقابر الجزائريه لكن بعد قليل فاصل ثم نعود اليكم مرحبا بكم مشاهدينا الكرام مرة أخرى إلى هذا الجزء من برنامجكم البلاد اليوم والذي نخصصه لموضوع وضعية القبور في الجزائر أو وضعية المقابر في الجزائر الذي التي تعاني من إهمال كبير، وضعية تتناقض مع تعاليم الإسلام الحنيف وتتناقض أيضا مع القيم الإنسانية والاجتماعية، لماذا وصل وصلت المقابر في الجزائر إلى هذا الحال موضوع سنناقشه اليوم رفقة ضيفي الكريمين الشيخ علي عيا إمام المسجد الكبير، مرحبا بك سيدي، شكرا على تلبية الدعوة. وبك وشاكر لك هذه الاستضافة. مرحبا بك شيخنا الفاضل، كما أتشرف أيضا وأسعد باستضافة المحللة الاجتماعية الأستاذة الزهرة فاسي، مرحبا بك سيدتي، شكرا على تلبية الدعوة. تحياتي أخي كريم، شكرا لك وأرحب بك وأرحب بشيخنا الفاضل. مرحبا بك سيدتي، الشيخ علي عيا أبدا معك مباشرة، البعض قال لك قبورنا تبكي حالها. تكاد تستنطق الموت حسب البعض لدرجة أن الوزير الأول وهذا الغريب في الأمر الوزير الأول سي عبد الملك سلال قال لك رموني في البحر رموني في البحر وما تدفنونيش في هذا المقابر قبور منبوشة قبور أخرى تمارس فيها طقوس السحر والشعوذة وما إلى ذلك آه أكرمك الله وأكرم الله مشاهدين الكرام قارورة الخمر والنبيذ تنتشر في كل مكان في في العديد من المقابر ما الذي يجري في مقابرنا الشيخ علي عيه؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صدقت فيما قلت فعلا أن اليوم المقابر عندنا منتهكة الحرمات وهي حرمة وهي حرم. حرمة والمقبرة من المفروض هي بيوت الذين خلقهم الله عز وجل من الإنس بغض النظر عن قاطنها ولهذا القبر أما روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار لابد من المقبرة من حرمتها وقدسيتها والشيء الذي يؤسفنا حينما ترى في الدول الاخرى وخاصه الدول في الغرب تلقى المقابرهم محترمه فيها النوار ومسيجه شابة نعم. وفيها حراس وفيها ابواب لكن حينما تدخل للمقبره اي مقبره في الجزائر وخاصه المقابر اللي جاءوا خارج المدن الكبرى فانك تجد مقابر يرعى فيها الغنم وتلقاها ملجا الذين يريدوا يشربوا فيها الخمر ويتعاطون فيها المخدرات وينامون فيها بعض الناس اللي ما عندهمش وين وين يناموا ناهيك عن الابواب مهدمه والسور مكسر ولهذا أنت تعلم بأن ممكن الشيخ ممكن أنت تعلم الشيخ ممكن تفكرنا بالموت آآ يعني آآ تخوف أصبحت تخوف يعني لا لا, لا 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 هذا إهمال ولا تبالي هذا منها إهمال ولا تبالي ثم أن ننبهك على مسألة أخرى إن شاء الله بركا يتقبلوها مني على حسن نية. نيتي نتأسف حينما تكون مقابر فيها النخيل تاع التمر واننا نعلم ان العروق تاع النخله انها تمشي تحت الارض وقد تتغذى من عظام الاموات والنخله باش انها يسمى نعلفوها ومن بعد تجيب ثمرات ومن بعد ياكلوها الناس هذا في الحقيقه لا يليق بالمقابر وهنالك مقابر يستعملوها السحره سناتي الى ذلك بالتفصيل طيب. شيخ. لكن انتقل الى الاستاذه الزهراء فاسي، كنا نتحدث عن في الجزائر عن ظاهره البيوت الفوضويه، عن ظاهره السكنات القصديريه. اصبحنا نتحدث الان للاسف الشديد عن المقابر الفوضويه، الفوضى، الاهمال، اللامبالاه صارت علامه بارزه ونحن نتحدث عن المقابر لماذا الفوضى بالمقابر الجزائريه اجتماعيا قيميا لماذا وصلت القبور والمقابر الى هذا الحال اولا بارك الله فيك اخي كريم هذا سؤال وموضوع مهم جدا 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 لان فعلا المقابر عندما لا تحتمر في مجتمع مسلم علامه استفهام كبيره وخطيره نضعها اليوم وندق نقص الخطر اضافه الى ما قاله الشيخ الجليل اقول لك ان المقابر هي مكان مكان نزور فيه الموتى يعني مكان يذكرنا بالموت ومكان يذكرنا باننا سنصير الى هذا المصير ندفن فيه يعني مكان كان فيه الخشوع من الموت وفيه إن الانسان يعتبر عندما يدخل المحكمه يعني خارج المحكمه اليوم الاحياء لم يسلموا من العنف فما بالك الاموات والمفروض ان الميت في المقبره تكون له قيمه مضاعفه مضاعفه يحترم يبقى عزيز على المجتمع يعني لما يدفن يكون محترم ولكن للاسف نحن لا لاحظنا الان نعطيك تحليل اجتماعي ممكن سياسي الان لاحظنا احنا منذ 1990 منذ هذه العشرية منذ دخول الاسلام السياسي هذا الجزائر ونحن نسمع بنبش القبور نسمع بما يسمى بهذه نشات هذه خرجت ما يسمى بهذه الرقيه التي كانت تخفي تحت قبعتها الشعوذه الممنهجه في المجتمع الجزائري المجتمع الجزائري خارج المقابر اصبح في كل هذه العشريه هذه اصبح مجتمع مجتمع سادته مهزوز مهزوز, مهزوز, مهزوز قيميا نعم مهزوز في قيمه هذه القيم التي التي كانت اعمده قيم المجتمع الجزائري قبل التسعينات بعد التسعينات يعني اصبحنا كلنا مجتمع نبحث عن هويتنا الان نبحث من نحن هل نحن مسلمين هذه المقابر عندما تنبش يعني ابسط شيء الانسان لما يدخل امام ميت لما يروح يوقف امام ميت يخشى الانسان نعم. الذي لا يخاف وينبش قبر ينبش قبر ميت ينبش قبر ويجيب عضو من اعضاءه من الاعماق باش يسحر به الانسان اللي يدفن الشعوذه داخل قبر هذا الانسان تجرد من خشيه الله ممكن عندما يتجرد وتكلمي على الحرمه أستاذة نعم. زهره فاسي استسمحك الشيخ نعم. عيط ممكن العديد من الجزائريين ما يعرفوش بان للمقابر حرمه في الاسلام ما هي ما يعرفوش ان في الشرع الاسلامي يطلب من المسلمين يامر المسلمين بإعطاء هذه المقابر ما كان في الحياه قبل الاخره يعني يعني فبالتالي ما يعني ما هاملينها بهذا, بهذا الدرجه وبهذا الشكل هو الشعور الناس يظنوا بان هذه جثث انها تحت اطنان من الرمال ومن الطين وانتهى الامر وهي في الحقيقة عكس ذلك. فإننا حين نجد أن الرسول صلى الله عليه وسلم يأمره جبريل بعد صلاة العشاء بزيارة المقبرة في البقيع. ونجد أن عائشة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم أم المؤمنين تزور المقبرة. ونجد الرسول صلى الله عليه وسلم يعلمنا حين ندخل المقبرة أننا نسلم عليهم. نقول السلام عليكم ديار قوم مؤمنين أو ديار قوم مسلمين. و... هذول الموتى يعني الموتى للم... لا لأنهم يسمعوا لأن, نعم. لأن نعم. الشيء لاز... الأمة لازم تعرف لان لما نقول لهم السلام عليكم. للموتى. للموتى يسمعوني الميت ما انتهاشي. الموت... الميت يسمعني وحين ولهذا نجد في زيارة القبر لا تعطي ظهرك لوجه الميت أنك كما راني الان متقابل انا وياك هكذا لو وعاطي القبلة لظهرك كذلك من الادب يعني تعلمنا الشريعه الاسلاميه لما تروح تزور القبر تاع بيك تاع امك تاع اخوك كذا انك تعطيه بوجهك لانه مقبل ان تقابل القبل وتخاطبه وتارة يسمعك وتارة يراك وتارة يعرف هذا الزائر ويسمع وكأنه حي يعني. وكانه نعم. ولهذا الدليل على ذلك لما خاطب النبي صلى الله عليه وسلم قتلى بدر من الكفار المشركين قال هل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا إنا وجدنا ما وعدنا ربنا حقا قال عمر بن الخطاب النبي صلى الله عليه وسلم هل يسمع هل من تخاطبني يا رسول الله هذه أموات هذا عمر بن الخطاب ظن بأنهم ما يسمعوش وش قال له النبي صلى الله عليه وسلم خلينا نستعمل شوية اللغة الدارجة حتى يفهم حتى من المشاهد الكريم نعم النبي صلى الله عليه وسلم يقول له يا عمر هم يسمعوني اكثر من اللي تسمعني انت وهم يعو ما اقوله ويسمعوا خطابي ويفهموه اكثر من اللي تفهم انت ويفهمون الناس الاخرين هذه الصوره ولي الجميله ولهذا ولهذا نتاسف في هذا العصر خرجوا بعض الناس بعض الفتوى يقول لك ما تزوروش المقاب بيك وامك بك لا بالعكس روح زور بيك وزور يماك وهذه من السنه واحاديث صحيحه ولما تزوروا وتدعي لهم بالغفران وبالرحمه يعرفك ويسمعك الى غير واكبر دليل على انهم في عالم ان الميت الحديث الصحيح عن ان الميت لما يموت ونقبروه في المقبره انهم يجيوا الاموات نتاع الحي نتاعو وتاع قبيلته وتاع ويجتمعون بالميت ويسالونه على احوال الدنيا الشيخ علي عيا مفهوم هذا هذه هذه الصوره هذه الصوره هذه الصوره الجميله على... نحن الان لما ندخل المقابر واش نلقوا نلقوا الناس توقف فوق المقابر وتعفس المقابر ودائر المقابر فتيات وكراسة تجلس عليها وتوقف عليها والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لو يقف الانسان على جمره تحرقه وتحرق ثيابه أفضل وأحسن أن تقف على قبر هل أنت الآن يا سي عبد الكريم لو واحد أنت في الآن راك حي يقف واحد عليك ويعفزك تقبل فكذلك الميت هذاك اللي في القبر لما انت تقف على القبر نتاعه كانك جميل ولهذا يقول كسر عظم الميت ككسر عظمه وهو حي هذا يدل على انك توقف التعلق القبر كانك وقفت عليه وهو حي جميل الشيخ الشيخ أنصرها. الشيخ هذه هذه الصوره الجميله التي يرسمها الاسلام عن المقابر وعن القبور لو تحدثنا عن واقع المقابر في الجزائر الاستاذه زهره فاسي هي جزون وسحور وشعوذه وما الى ذلك ظاهره يعني كيف تفسرين انت يا استاذه نعم، اجتماعيا هذه نعم. الظاهره تاع السحور والكزون والشعوذه التي اصبحت واقعا في مقابرنا للاسف الشديد نعم اللي تبغي تتزوج نعم، تزوج نعم. تروح المقابر تنبش القبر قال لك واللي آه، تبغي مش آه، عارف يعني لماذا لماذا آه. لماذا المقابر بالذات آه. شوف اخي كريم ان الازمه الاخلاقيه لمست المجتمع الجزائري ليست ازمه اخلاقيه هكذا سطحيه هي ازمه اخلاقيه ضربت المجتمع في الصميم في صميم المجتمع، يعني الان خارج المقابر قلت لك الاحياء لم يسلمون من, من من العنف ومن اعمال الشعوذه، اصبح الناس يموتون من اعمال الشعوذه. دخلت حتى المقابر، يعني المكان اللي فيه خشوع، فيه خشيه من الله سبحانه وتعالى، فيه تحيه الميت، فيه تحيه حتى الدعوه للميت انقطع عمل بنو ادم الا من ثلاث، ابن صالح يدعو له، معناها الدعوه تصله، هذا المجتمع قلت لك مرينا بازمه اخلاقيه خانقه وخطيره جدا، لم يسلم منها حتى الاموات. وهذه هذه السلوكات هذه المنافيه للدين، المنافيه للاخلاق، المنافيه حتى للانسانيه، قلت لك جاءتنا من هذه الفتره السوداء اللي مرينا بها، عندها تاثير خطير على على السلوكات سلوكات المواطنين، هذه الشريحه من المواطنين الذين انسلخوا من الخشيه من الله، انسلخوا من التقاليد الجزائريه، انسلخوا من المبادئ، انسلخوا من الانسانيه حتى تعدوا على الاموات. المشعوذ الله سبحانه وتعالى حذ. من السحرة والسحر في المقابر السحر ضد الإنسان وهو يمشي السحر يعني مس الإنسان وهو ميت بالمناسبة اليوم أه اليوم بالمناسبة أستاذ نعم. أمس مصالح نعم. الأمن وقفت أكبر مشعوذ في العاصمة نعم. وهو نفس المشعوذ الذي كان يعني زملائنا في برنامج خلف الستار وفتحوه يعني وكشفوا أعماله الغير مقبولة نعم أصبحت الآن أعمال الشعوذة أصبحت كأنها شيء بسيط جدا وهو سحر يعني الله سبحانه وتعالى حذر من ولا تصدق المنجمين وان صدقوا الله سبحانه لا يغفر للساحر وان تاب كل هذه الامور دخلت مجتمعنا تركوا الدين الصافي الدين الصافي تركوه جانبا وذهبوا مع ما يسمى بالشعوذه بالشعوذه هذه حتى وصلت الان القبور لا اخفيك سرا اخي الكريم ان يوما ما يوما ما كنت احذر في حصه عن السحر والشعوذه مشينا المقبره ليلا وشفنا كم السحر يعني نعم. سنواصل النقاش لكن في الجزء القادم مشاهدينا نعم. الكرام ننهي معكم الجزء الثاني من برنامجكم البلاد اليوم فاصل اشهاري قصير ثم نواصل <applause> حياكم الله مشاهدينا الكرام مرحبا بكم مره اخرى الى الجزء الثالث من برنامجكم البلاد اليوم والذي نخصص حلقته اليوم للحديث عن وضعية المقابر في الجزائر موضوع نناقشه طبعا رفقة ضيفي الكريمين الشيخ علي عيا إمام المسجد الكبير مرحبا بك سيدي مرة أخرى كما أتشرف أيضا باستضافة المحللة الاجتماعية الأستاذة الزهرة فاسي مرحبا بك مرة أخرى وأبدأ معك مباشرة هذا الجزء هذا الجزء بهذا السؤال احنا يعني قبل ما يعني نلوم وننتقد المواطن نعرف أيضا لا بد أن لا نخفي قضية جوهرية في المسألة ان المقابر ان عمليه تسيير المقابر تخضع للدوله تخضع للدوله <applause> اذا كانت مصالح الدوله تحديدا مصالح البلديه تحديدا وكالات تسيير الجنائز يسموها وكالات تسيير الجنائز او البلديه وعمال النظافه اذا كان هؤلاء هذا الطرف هو المتورط بشكل مباشر في قضيه الاهمال يعني فلماذا نلوم المواطن ايضا استاذ يعني شوية هي شوية يقول شوية مرحنا وشوية مرتبط للدين يعني يعني الطرفان ما يقدوش الدور نتاعهم يعني مش فقط المواطن مش فقط يعني لا صراحه هم. اخي كريم فيه تقاعس تقاوس كبير يعني ميزانيه نعم. تخصص نعم. هناك ميزانيه في كل بلديه ولكن تخصص آه. لصيانه المقابر هذه معروفه فيه تقاعس كبير من طرف الهيئات المسؤوله مباشره عن عن حراسه هذه المقابر وتهيئتها وتنظيفها وكذا فيه تقاعس كبير جدا جدا يعني الان المسؤول على مستوى البلديه وعلى مستوى الدائره تعال معي لحظه فقط ندخل في فكر هذا المسؤول ماذا يقول موتا خلينا من الموتى موتى هم راهم في المقبره وصاي بالدرجه كنقولها موتى خلينا منهم ها وصاي ولكن يقول لك لي ريحنا منهم خلي موتى وصاي احنا نتوب بالاحياء والاحياء القصدي ونسكنوهم ونديروا اعمال وكذا خلينا من الموتى موتى, موتى ولكن الجوهر احنا لابد ان الان نغير الفكرة تاعنا كجزائريين نذهب الى الجذور نذهب الى الاعماق الى هذا المشكل لماذا حصل مشكل القبور وسحر وشعوذة نحن الان في الجزائر لا ننسى واذا خط احمر على الجمله التي ساقولها نحن في الجزائر هناك تقدم كبير تقدم كبير سريع منظم حقيقي لما يسمى بفكر التطرف هنايا، بما يسمى بالاسلام السياسي، فيه تقدم كبير جدا يعني كان يوميا عشرات هذه الطوائف راهي تخرج ولكن بالمقابل فيه تاخر وفيه بطء وفيه تردي تردي من يقود الفكر الفكر الديني في الجزائر، من من يقوم بالنهضه الفكريه الدينيه في الجزائر حتى ان المواطن راح يفهم وراح يبطل النبش ويبطل السحر الى اخره كان يعني عندنا جامعات وعندنا دكاتره في العلوم الشرعيه وعندنا ائمه اجلاء وعندنا شيوخ اجلاء ولكن هذا الفكر بناء الفكر الديني الحقيقي يمشي كالسلحوفات في الجزائر وبالمقابل تقدم الجهات الاخرى الاسلام السياسي يطغى الان طيب الشيخ خطر الشيخ علي عيا واش تقول في الكاميرا انا نطلب منك توجه رساله إلى الأميار إلى رؤساء البلديات إلى هؤلاء المنتخبين إلى هؤلاء الذين ينمون الترشح من أجل تسيير البلديات مستقبلا الجامع يعرف أن في البلديات هناك ميزانية مخصصة لصيانة المقابر لترميم ما تم هدمه ما تم إفساده في هذا المقابر هناك ميزانية أيضا تخصص لتعيين أعوان حراسة على مستوى هذه المقابر نهارية. نعم. نعم. هذا الأميار شيء يخصصوا ميزانية لمشاريع البريكولا البريكولاج والمشاريع تاع 5% وتاع 10% عارفني واش حاب نقول ويهملون المقابر وممكن تسببوا بشكل مباشر او غير مباشر في هذا الوضع واش تقول لهم الشيخ علي انا اولا للاميره للبلديات الأميارة. نعم اولا اذا تسمح لي نبه النقطه بالك ربي ياتي فيها الخير على 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 برنامجكم ان شاء الله هذا أولاً إن... على يديك أستاذنا نعم احنا احنا م... احنا فعلاً على يديك انت احنا ان شاء الله نستبشر بك وانا أشكر ما ما, قد... ما قدمته الأستاذة بارك الله. بارك الله فيها مشكورة أنا حبيت نقول لك انتهاء الانتهاك حر... حرمة المقبرة احنا الآن لما نروح نشيعوا جنازة نشوف العجب من الشعب أنا شفت بعاني هذا يتكيف الدخان داخل المقبرة هذا يشم الشمة تلقاهم جماعات جماعات تحطوا على امور اسمح شيخ هاد... علي هذا هذا سلوكات طيب لا لا يجوز غادي م... غادي لا يجوز وكذلك المسؤولين يعني وكذلك يعني نتكلم على جا... دقيقة المسؤولين دقيقه نو... واحده ثانيه كذلك يج... حرام لا يجوز في الشرع جعل المقبره الطريق لل... للمشاة للرجل ولا على السيارات ولا انك تكلاكسوني داخل المقبره كل هذه الاشياء السبب تاعها هو اهمال المقابر بسبب الاميار والمكلفين بصيانه المقبره انا اقول الحمد لله لان رئيس الحكومه قد نبه الولاة عن هذا الامر هو مشكور في هذا نقول المسؤوليه نتاع رؤساء البلديات اتقوا الله عز وجل اللي في المقابر وفي الاموات وعندكم تقولوا باللي راه ماهمش يتاذوا راه بيتاذوا الان لما بواتنا وجدادنا وخوتنا وامتنا اللي راهي في تحت الارض راهم يتاذوا من الكلام ومن تحفيز المقابر ومن المشي ومن ومن رعاة الغنم اللي يرعوا اللي يرعوا الغنم داخل المقبرة شاربي الخمر المخدرات داخل المقبرة وانتهاكات انا نقول المسؤولية الكبرى والذنب الأعظم الكبير على عاتق رؤساء البلديات مش الكل لأن فيهم اللي هو راهي المقبرة تاعه وجعلها كال... كالوردة نقول أولا لابد المقابة تسير وت... و... 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 ويكون لها أبواب متينة ويكون لها حراس ويمنع المشي على الأقدام يجعلوها طريق ولا على السياره تدخل ولا على الناس يشربوا الخمر ولا على المشعوذين ثم السحره والشعوذه من يبدو يخدموا مش غير داخل المقبره نبهوا على النقطه في من خلالكم الصابون الفضلة تاع الميت لما يغسل الميت بالصابون هذا اكبر ماده يستعملونها السحره والمشعوذين كذلك الماء اللي يغسلوا به الميت هذا يستعملوه السحره والشعوذه كذلك يعني من داره يبداوا يسحروا يعني كذلك الاطفال مشروع سحر مشروع سحر يعني في داره هذا يجب الصابون والخرقه اللي يغسل بها اللي يغسل الميت وكذلك الثياب اللي مات به وكذلك كل ما ينزل من جسد الميت لابد اهل الميت يحفروا له حفره ويدفنوه بلا ما يعلم اي احد حتى يعني لا في تستعمل من السترة طرف في, السترة نعم. في الستره في الستره في الستره حتى لا حتى لا يعني تستعمل من طرف المشعوذين المسحرين نقطه اخرى باش نعرفوا حرمه المساجد احنا الان مقابر مقابر عفوا اذا كان الان في الشارع عندنا في الاسلام انسان قطع له رجله حكمه الكونغرس او يده او شيء من جسد تاعه وين ندفنوه؟ الفقهاء والعلماء والشريعه الاسلاميه اننا نحفر له مكان داخل المقبره وندفنه داخل المقبره مش نرميه وندفنه ولا وندفنه ولا نعم اذا مسؤوليه الولات مسؤوليه رؤساء الدوائر مسؤوليه البلديات مسؤوليه الاغنياء اللي يعني عندهم ربي دول المقاولين لازم نديروا نهضه ونديروا ثوره يعني نصون فيها المقابر سياجا وبابا وحراسة وحتى لأن هذا كما يتأذى منه الصالحين والعارفين بالشريعة الإسلامية ما يحدث المقابر ما يتأذى العلماء والأئمة والشيوخ والرجال طيب وكل مفهوم شيء دخل نعم. البيت تخربها مفهوم نعم. استاذه زهره فاسي نعم. طبعا هن... نحن نتكلم عن الأميال نعم. ليس من حقنا <applause> اننا نعمم هذا الحكم على جميع الاميار لا. هناك لا. رؤساء لا. بلديات هناك بلديات تقوم تقوم بواجبها وربي ربي خيرها م. ولكن هناك ايضا ظاهره في الب... هناك ظاهره غريبه ايضا م. بلديات في بلديه وحده تجد مثلا اربع مقابر تجد تهتم بمقبره تغرس النواش وتسقي داك النواش وتعبد الطريق ومقبره اخرى ممكن موجوده في منطقه نائيه مهمله يعني <applause> عندنا الناس كون مقابر دي سيميتير دو ها والاخرين مقابر تاع الفقراء هذه الظاهره الجديده ايضا في تصنيف <applause> المقابر في الجزائر في <applause> هنا في الجزائر مثلا في العاصمه هنا مثلا تجدين مقابر تاع مستوى وتجيدينا مقابر اخرى تاع مستوى اخر هذا 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 يعني هذا مقبول هل هذا عقلاني استاذ زارافسي هذه راهي موجوده احنا لما نشوفوا مقبره هذه فعلا عموما المقابر هذه اللي يمت... رغم ان المكان واحد رغم ان المكان ونهاية واحد نهايه واحده نهايه واحده المكان واحد نهايه واحده يعني هذا القبر ما فيش كل امير كل يعني ميتهومة. كل واحد عنده زوج متر تاع كفن ويدخل يعني نفس الشيء يدفن بنفس الطريقه ولكن قلت لك هناك بعض بعض التصرفات بعض السلوكات المقابر اللي موجوده على الطريق يعني كيما كي الواجهه الواجهه دائما تكون مقابر نوع ما يحسنوها ويحافظوا عليها اما المقابر اللي ما تظهرش للعيان يعني كارثه حدث ولا حرج ثم ان نعطيك مقبرتين مقبره العاليه مثلا مقبره العاليه حتى سياج تاع السلك العاليه هي احسن شان مقبره سيدي الطيب في, في المحمديه المحمد كبار المسؤولين في الدوله هذه هذيك يعني. المقبره يدفنوا فيها ثاني كبار المسؤولين وكذا وكذا يعني حتى الاجنبيه رغم ان ان العقار يقال ان جزء من العقار تاع مقبره العاليه تم تحويله الى بنايات رغم انه في الاصل هو ملك وقف يعني مش على السيده نعم. العاليه ربي يرحمها قلت لك لانه فيه وفود اجنبيه تجي تزور بعض الاحيان الاموات في مقبره العاليه لابد من 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 تجهيزها وكذا وكذا وتهيئتها لكن السؤال اللي نحب نوجهه الان كما حبي يوجهه للاستاذنا الفاضل علي حبيت أن نوجه مسؤول سؤال المواطن الجزائري أقول له تعلم تغير اصنع المسؤول وانتخب على المسؤول اللي يناسبك كفانا من الانتخابات هذيك تاع مسؤول نعرفوه عنده شكاره رئيس شركه رئيس عنده كذا وكذا ننتخبوه نديروه مين ومن بعد ما يخدموا له يخدم في مصالحه لازم نغيروا الفكره من ننتخب على اساس هذا هذا الاطار اللي راح ينتخبوه شكون هو؟ لازم المواطن الجزائري ينتخب رئيس بلديه اللي يعرف بان هذه رئيس البلديه عنده ثقافه، عنده برنامج، عنده ضمير مهني وعنده روح وطنيه، نديروه، الان المواطن الجزائري يضرب روحه بيده ينتخب رئيس بلديه هو ومن بعد رئيس بلديه لما يتقاعس يولي المواطن يشكي طيب في هذا في دقيقتين لان الوقت البرنامج آه. انتهى الشيخ علي عيا كواش من رساله في دقيقتين تكلم لي بلغه الشرع الاسلامي تكلم إيه. لي بتعاليم الاسلام فيما يتعلق بالاعتناء بالقبور وبالمقابر انا وجه لي رساله المواطن الكريم المشاهد الكريم ممكن نكلم على بالهمش واش تقول لهم شيخ انا نقول كما اننا نعتني ومفروض علينا شرعا نعتني باحيائنا ونعتني بالبيئه فلا فرق بين الاعتناء بالمقابر لان في المقبره مدفون بيك ومدفون اخوك ومدفون ابنك وانت الشهيد الشهيد وانت رايح تدفن في هذه المقبره فانني اقول مسؤولية عظيمة ورقم تسألون عنها يوم القيامة لابد من سياجتها ولابد من جعلها أبواب ولابد من جعلها حراس أقوياء ونعطيها حقها ولذا دخلنا المقبرة ما نتكلموش أمور الدنيا وما تكيفوش الدخان ما نجعلوهاش طريق نمشوا عليها بالرجل ما نجعلوش السيارة تمشي عليها للمقبرة حرمتها لماذا النبي صلى الله عليه وسلم قال إني نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها إذا كان المقبرة عليها باش تدخل المقبرة يتغير حالك أن تكون في امور الدنيا لما تدخل فشوع. المقبره تتفكر يعني الموت تتفكر القبر وتفكر وتخشع <applause> واذا كان عاد كالمقبره كالمسجد كالشارع كالسوق ونزرع و... ثقافه احترام القبور، ثقافه احترام <applause> الاموات، ثقافه احترام كذلك الناس هذو نزرع هذه الثقافه في المجتمع عن طريق هؤلاء العلماء المختصين في الدين استاذه زهره فاسي جزيل. اشكرك جزيل الشكر لكن للاسف وقت البرنامج انتهى مشاهدينا الكرام شكرا. نصل معكم إلى نهاية هذا الجزء من برنامجكم البلاد اليوم أتقدم بالشكر الجزيل إلى ضيفي الكريمين الشيخ علي عيا إمام المسجد الكبير شكرا بارد جزيلا شيخنا الفاضل الله خير متمنين لكم الطاقم الذي يعمل معنا وأسرة قناة البلاد إن شاء الله السعادة إن شاء الله والخير الله يا كله, إن شاء الله. كله الله. إن شاء, الله يا ربي والشكر موصول أستاذة و... ثاني ربي يحفظها إن شاء الله ربي إن شاء الله والشكر موصول أيضا إلى ربي يحفظك. المحللة الاجتماعية الأستاذة زهرة فاسي شكرا, شكراً جزيلا أستاذة زهرة فاسي مشاهدينا الكرام برنامجنا يبقى متواصلا معكم لكن مع موضوع آخر وضيف آخر لا تذهبوا بعيدا ابقوا معنا مرحبا بكم مشاهدينا الكرام إلى هذا الجزء الرابع والأخير من برنامجكم البلاد اليوم والذي نخصصه لتداعيات قضية إهانة الوفد الفني الجزائري في تونس على خلفية القرار الذي أصدرته السلطات التونسية بعزلها لي مدير مهرجان قرطاج الدولي طبعا لمناقشة هذا الموضوع تحضر معنا بطلة هذه القصة الفنانة القديرة السيدة باهية راجدي أهلا وسهلا ومرحبا بك شكرا كريم وشكرا على الدعوة وشكرا على هذه الاستضافة وهذا الصوت الرائع نجوز مع وقت, <applause> مرحباً وقت بك ممتاز سيدي. إن شاء الله وأنا يعني. من أتشرف بحضورك إن شاء الله شكرا سيدة باهية راجدي الجديد في هذه القضية هو قرار السلطات التونسية أو الحكومة التونسية عزلت مدير مهرجان قرطاج الدولي طبعا على خلفية ماذا؟ على خلفية واقعة إهانة الوفد الجزائري وسائل إعلام جزائرية كتبت دموع بهية راجدي تسقط مدير مهرجان قرطاج الدولي هل دموعك هي من أصدت هذا المسؤول أم للأمر خلفيات أخرى؟ والله يا كريم شوف أنا لا أحب الروح العدوانية ولا أحب الطريقة الطريقة الانتقامية ما نحبش لماذا؟ لأنه هذا الإنسان أو هذا الشخص هذا الأستاذ اللي عزلوه من منصب نتاعو باهية ما هي إلا الشخص الرابع اللي كان السبب في تضخم الامر وفي عزل هذا الانسان على منصبه كان فيه جميل راتب الفنان المصري كان فيه شخص اخر ايضا لا احفظ اسمه وكان فيه ايضا شخص اخر وانا بهي رشدي من الجزائر انا ما كان عندي حتى درايه بالمشاكل اللي اللي وصلت بسبب هذا الشخص بالذات الاشخاص الثلاثه لكن أنا باسمي أنا أنا شخصيا نقدر نقول لك أني أه أه لا أحب ممكن ناخذ حقي ولكن ليس لدرجة الانتقام أبدا لأني أولا جزائرية لأني أولا وأخيرا ثم أنا إمرأة أنا إنسانة وأنا فنانة والفنان اللي ولكن ممكن ردة الفعل تاعك التي يعني تناولتها الاعلام تناولها الاعلام خاصة وانت ظهرتي في فيديو وانت في حالة بكاء يعني في حالة حزن ممكن هذه الذي الامر الذي جعل العديد من الجزائريين يتضامنوا مع السيدة باهية راجدي طبعا يتضامنون مع الجزائر قبل ما يتضامنوا مع الفنانة باهية راجدي شوف كريم انا انا الفيديو اللي درتها واللي كانت مع 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 الفنان عماد بن شني ما كنتش نظن انها راح تاخذ هذه الضجه الكبيره درتها لاني بكيت بكبريائي بكيت بكل جوارحي إنك لاني إيه... إيه... طبعا لانه الجزائري مقصو... مقصود وطبعا شيء يهمه وهو مسؤول ايضا على هذه الدموع سبحان الله العظيم انا نشوف جزائري او جزائريه ظلمت في بلد ما بالك في الجزائر نقدر نغض النظر نوعا ما ونقولها سامحي ولكن لما يتعلق الامر كي نكونوا وفود عربيه وكلنا فنانين وجينا من اجل هدف واحد من اجل تظاهره واحده واحد عنده الكل عنده عشرة على عشرة واحد واحد في اي بي وإيه طبعا انسان يعني يعني ما يسمعوش به ما يسمعوش حتى به ما على بالهمش حتى في القائمه اذا اذا كان موجود ولا مش موجود لا حبيبي فهذا الضغط اللي من تسع ايام وحنا نعانيو منه انا انا وعماد بن شني اللي جعلنا نتصرف او مش نتصرف وانما كانت بطريقه هكذا تلقائيه بعد رجوعنا من الحفل طبعا أشوف انا انا كريم حبيبي انا عاهدت نفسي باش ما نبقاش نتكلم في هذا الموضوع لاني في كل خطره نتكلم تعود بيا الذكريات يعود بيا الموقف طيب ونتألم يا كريم طيب حنا حابينك حنا حابين تكوني معنا فرحانه لا فرحانه مانش فرحانه مانش مانش فرحانه مش حابين نشوف دموعنا لا والله ما نبكي طيب لا 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 نلتقي نقطه اخرى <تصفيق> <تصفيق> جميل جميل انا نشوف ابتسامات عبد لا والله لا السيده بهي راشدي حبيبي بعد الحادثه طبعا نقولوا الجزائر ماذا وقع في الجزائر الغريب في الامر ان ايه. الفنانه بهيه راجدي ايه نعم. الحزينه مم. الباكيه تحولت الى متهمه عند البعض <applause> قال لك هذيك دموع التماسيح ايه. والبعض الاخر قال لك غادي نقولها لك بالعاميه قال ايه. لك بهدلتي بينا شكون هادو يعني بعض وسائل الاعلام ممكن فنانين ايه؟ ممكن حتى رساله ما فيهاش ايه نعم. ايه نعم. خلفيه هذه القصه يعني هل هي تصفيه حسابات مع السيده بهيه راجدي ام ان هؤلاء ما عرفوش الشيء اللي صرا في مهرجان قرطاج الدولي كيفاش انت تلقيتي هذا ردة الفعل شوف لو كانت عندي خلفيات مع اي نوع كان مع اي واحد لما وقعت هذه الضجة معي لما وقف كل الناس الى جانبي وتضامن معي الانسان اللي يكون عديم الاخلاق وعديم الانسانيه وما عندوش الروح الوطنيه حتى انسان ما يقف معاه انا يهمني 99% اللي كانوا الى جانبي ثم هذ الفنانين راك تقول ما حطوش اسمائهم كريم ابني الفنان الاصيل اول شيء يحط يحط اسمه انا ضد بهي رشدي يتمنى الموقف ديالو طبعا لانه لانه الفنان لازم تكون عنده مصداقيه لازم يواجه لازم يكون صريح لازم يواجه كل المشاكل سواء معها او ضدها إذا هذا الإنسان اللي يتكلم بهية ويقول بهدلت بينا من تكون أنت حتى نبهدل بيك انت, أنت ممكن ما عندكش حتى اسم اسم ما عندكش ككل الناس وبالتالي الإنسان اللي يتكلم إحنا عندنا واحد المثل يا كريم بالدارجة نتاعنا واش نقولوا؟ نقولوا ما يتكلم في الخير في الناس غير سيد الناس وما يتكلم بالسوء في الناس غير أسوأ الناس ممكن رسالتك تكون وجهه ان شاء الله وصلت لهذه بيحولي. الجهات دائما في نفس الموضوع السيده بهيه راجية حتى نكون منصفين حتى إن نكون موضوعيين وما نظلموش الناس ايضا طبعا ماذا البعض قال لك ايضا ما وقع في تونس هو تحصيل حاصل مهم. لماذا نلوم التونسيين وهم يهينون الفنانين الجزائريين والفنان الجزائري مهان في وطنه الفنان الجزائري يعيش التهميش في وطنه ما عدناش نقابة للأسف الشديد ما عدناش نقابة تدافع عن الفنانين وتدافع عن الممثلين الجزائريين ما عدناش قانون أساسي للفنان الجزائري فنانون في الجزائر للأسف الشديد في أردل العمر 80 سنة وخمسة و 85 سنة يموتون مهمشين الناس تتضامن معهم تيمهم منهم دراهم باش يداووا فقط نسمع معها نسمع بهم في الجنايز اين هي السلطات الجزائريه من الفن والفنانين الجزائريين حتى نلوم ما وقع نلوم التونسيين او اي بلد اخر تونس الفنان الفنانين تاع تونس خير منا، الفنانين تاع المغرب خلونا نقولوا بصراحه خير منا، الوضع تاع الفنان في مصر احسن من وضع الفنان الجزائري. أه نجاوبك على الشطر الاول من السؤال تاعك، بالنسبه للجهات التونسيه تاكد كريم هذه لازم تعرفها ويعرفها كل الناس اللي راهم يشاهدوا فينا حاليا أن الفنان التونسي والجهات المثقفه والمسؤولين على الثقافه وقفوا معي وكانوا طبعا في المستوى المطلوب او ممكن المستوى على حسب معلومات تلقي تلقيت حتى مكالمه هاتفيه من الرئيس التونسي نعم نعم من من كاتبه الرئيس التونسي رئيس الجمهوريه التونسيه رئيس الجمهورية. الجمهوريه نعم رئيس الجمهوريه طلبوا مني باش نبقى وكنت في المطار والسيد وزير الثقافه هو اللي سلم لي المكالمه وقال لي ديوان رئيس الجمهوريه لكن ممكن تكلمي معاه هذا شيء جميل هذا شيء رائع ثم مش اي فنان اللي يوصل انه يكلم رئيس الجمهوريه لو ما حسش اني كنت مظلومه لو ما وصلتش المكان نتاعي هذه الان اللي, اللي صنعتها بفضل الجمهور وبفضل الشعب الجزائري اللي كان دائما يساندني هو اللي صنع به يا رشتي ما سمحش نفسي بنفسي ابدا ثم نعود الى الفنانين فن... حبيبي الفنانين في تونس عزيزي كلهم كلموني تقريبا ونقول لك حاجه واحده اخرى انه في المهرجان كبار الفنانين التونسيين اللي نحييهم من من هذا المكان ما كانوش مدعوين. واللي كانوا مدعوين ما صابوش مكانهم. وكنت في تونس وسمعت الحصه عبر الاثير انه سيده فنانه كبيره تتكلم تقول انه اكبر منها فنانه ما يقدروا بعضهم بعض. نعم. هي تقول لك انا كبيره السن ولكن انت كبيره الشان شوف الاحترام. اذا انا كبيره السن ما عرضونيش وما عرضوش فلانه اللي هي اكبر مني شانا. ما عرضوهاش والوحيد اللي عرضوه ما صارش مكانه اذا هذه الفوضى ممكن تقع في اي مكان تقع هنا في الجزائر وخارج الجزائر في اكبر مهرجانات دوليه وقعت كوارث المشكل احنا الان للشطر الثاني من سؤال تاعك حبيبي هو الانسان لما ما يوجدش هنا مكانته ما يوجدش قيمته ما يوجدش حقه كيفاش تحب الاجنبي يحترمه باش يحترمك باش تكون عندك مكانه هنا، باش تكون الناس تحترمك، لازم تحترم نفسك اولا. احترم نفسك يا خيي. يعني هل هل نفهم كلامك سيده بهيا راجلي ان الفنانين تاعنا في الجزائر، نعم الممثلين نعم لا يحترمون انفسهم؟ في الاغلبيه للاسف، ما نتكلمش على البعض فهمينا هذا المفهوم طيب طيب مثلا مثلا آه آه لما نكون مثلا في في بلاطو تاع التصوير بلاتو تعتصوير. لا قيمة للكبير المفروض ما يوقعش هذاك الخليط المنتج لازم يعرف بأنه الكبير كبير ما تقزموش انت ما تحطوش مع المبتدئين لا في السيارة ولا في الأكل ولا في التمرين ولا هم يحزنون لا أنا لما نشوف كبيرات أكبر مني سنا اللي سبقون الجيل اللي قبل مني سيدة صابونجي أو السيدة نورية أو أنا. السيدة كلتوم رحمه الله أو السيدة شافية بودراح العرق ينشني يا وليدي لاني نحترمهم لما تكون تتكلم نبوس لها يده نبوس يد هذه الانسانه لاني لانها في مثابه امي ثم لانها صنعت المجد المجد الفن الجزائري في ظرف صعيب كثير في عهد الاستعمار اي طبعا نعم. اي طبعا حبيبي فكل هي في الحقيقه مساله وما فيها تربيه اخلاق قيم ولكن حتى ها الاسماء اللي ذكرتي هذه القامات الفنيه نعم. والقامات نعم. التمثيليه والسينمائيه في الجزائر يعني تعانينا هذه النسوه وهذه الفنات تعانينا نفس الوضع وضع يعني لو سالتك هم كبيرات على وضع فريده صابون حبيبي والله م. كبيرات على كل هذه الاشياء كبيرة جدا مش يعني ما تعطيش قيمه للتهميش او للحجره او للظلم ولكن تغض النظر لانها تقول انه جينا باش نادوا عمل وهي في الحقيقه انا ضد هذه الفكره جينا باش نقوم بعمل ونصرف لا لانه لو انا نقول المهم اني نعمل ونخلص دراهمي ونمشي واللي بعدي نفس الشيء تبقى سباحه حره تبقى أوه. تبقى فوضى تفاوضى عارمه انا تكلمت لك السيده بهي حتى يعني ممكن سؤالي يمر بشكل مباشر سياسه الفن في الجزائر نعم. سياسه الثقافه في نعم. الجزائر يعني كسياسه كسياسه دوله نبقوا بعد بزاف بعد بزاف صحيح. بعد كثير على ما نجده في أنا بلدان معك. أنا عربيه معك. اخرى انا معك بلدان اقول نقولها بصراحه نعم. اقل شانا من الجزائر صحيح. يعني وبالتالي الشيء اللي وقع لكم في تونس شيء مم. عادي يعني شيء عادي انتم محقورين حتى في بلادكم نعم. في بلادكم انا أنا, قبل... انا شخصيا من قبل الحقرة لا في بلادي ولا في بلد الناس ونقول لك حاجه واحده اخرى الانسان اللي ما يحوش على المصلحه العامه وما يجتهدش باش على الاقل يقول انه هذه الشريحه مظلومه في كل مره نقولها وفي كل مره نفضل الشباب ونقدم الشباب للواجهة ونقول هذا الناس اعطوهم حقهم صحيح ان الفنان الجزائري راه محقور من كل الجوانب راه مغبون مغبون بزاف بزاف مهمش نعم مهمش مهمش تماما ولكن في السنوات الاخيره يا كريم يا وليدي ما يلزمش الانسان يقول كلام ومن بعد يحاسب نفسه عليه نعم قبل ما يحاسب من طرف الاخر انه في السنوات الاخيره والحمد لله عنده بطاقه يداوي بها اللي كان محروم من من الادويه من الدواء اقل شيء يعني ابسط شيء واللي هو من حقه ما عندوش فالان عنده بطاقه يقدر لانه مؤخرا طلبون منا البطاقه في كل شيء لما تخرج خارج الوطن تقول له انا فنان يقول لك اين هي البطاقه في تفضل فهذه الاشياء يعني هذا تطور حاجه ايجابيه فيه تطور سيدي فيه تطور والحمد لله لكن على الفنان ان يخطو الخطوات الاولى كاخر سؤال ممكن السيده بهيراجي راجي نطلب منك تعليق سيده بهي انت نعم. الفنانه القديره العفو العفو عندك الله. ممكن 40 سنه في في هذا المجال 46 سنه وممكن اكثر من من انا مغيار انا ثاني مغيار <applause> اني غير منك نقصت نقصتك قصت. شويه ماذا انظري ماذا وقع في تونس نعم نعم ممكن خطا بروتوكولي نعم ممكن السيد ممكن. ما دارهاش بقصد لا ابدا صدر قرارا من الحكومة بعزله من مهرجان قرطاج الدولي الداني م. والقاسي يسمع بهذا مهرجان قرطاج في الجزائر عندنا مهرجانات أقل شأن من مهرجان قرطاج مهرجانات هي عبارة عن وسيلة لاغتراف واستهلاك المال العام تبدير على المال العام فقط هذا رأيي المحافظين تاعنا تاع المهرجانات اللي عنده 15 عام في المنصب ديالو واللي عنده 20 عام والاخطاء كارثيه والتنظيم كارثي والسمعه تاع هذه المهرجانات زفت حتى واحد ما تحرك وباقي في بلاصهم المقارنه على القيل على هذه المفارقه السيده يا شوف اولا انا عندي تقريبا ست سنين ما حضرتش المهرجانات اللي راهي في الجزائر راهي راهي ما تامنش بها ممكن لا مش ما نامنش بها عندي 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 علاش ما, ما, نحضرش عندي وتكلمت وصرحت عده مرات علاش ما نحضرش المهم انه انا معك انه كاين فوضى عارمه في في المهرجانات كاين ايضا بعض الحاجات اللي يديروها اللي ما يقبلهاش الفنان خاصه خاصه هذا هذا المشكل وقع لي انا في تونس انا ما نحبش يوقع لي في بلادي انه يفضل الوفد الاجنبي ويكرموا ويقدموا كل شيء شيء رائع شيء جميل ولكن اعطي اولاد أو بلادك حقهم ايضا عاملهم بنفس المعامله كرم كرمهم بنفس التكريم جلسهم في نفس في نفس المكان فاحنا ممكن هذه الثقافه ماهيش عندنا ماهيش موجوده ولكن نقدر نوصل لها الا بشيء واحد لازم الفنان يكون مسؤول لازم الفنان يكون مسؤول اذا كان تجيب لي انت اداري عنده خبره واسعه وكبيره في الاداره في التسيير نعم انا معك ولكن حضور الفنان اللي عنده باع كبير في هذا المجال وبفضل الحكم بفضل المهنه نتاعو سافر وعرف الان استوعب ويقدر يوظف هذه الخبره حطه في مكانك انت السيدة خليه يرافقك على الاقل الفنانة القديرة السيدة بهية راجدي سعدت كثيرا وانا اسعدت بهذه المشاركة شكرا جزيلا لك سيدتي شكرا سيدي بارك الله فيك مشاهدينا الكرام اذا الى هنا نصل الى نهاية هذا العدد من برنامجكم البلاد اليوم نشكركم على حسن المتابعة وعلى كرم الإصغاء لقاؤنا بكم يتجدد في أعداد قادمة تقبلوا تحياتي وتحيات الفريق التقني والزميل المخرج دعلي مرزوقي دمتم في رعاية الله وحفظه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته